انا اليوم جيت هذا هو حبيت نجيب عليك اليوم زاد بو تيموني توت ما سامبا تي بيرسونيل انت تعرف مكانك ومعز عائله واحده بالعكس وحتى تي انستيتيوشنال لانه كما قلت اللي صار هدايا الناس اللي قاعده تغذل في المشهد المؤسساتي لازمها تقف عند حد واحنا نوقفوهم عند حد بالمؤسسات لان احنا اولاد المؤسسات ولان احنا قاعدين نبنيو في مؤسسات سوريه هذاك علاش احنا باش نتجهوا للقضاء وعندنا ثقه في القضاء والقضاء ينصفنا في المساله هذه هذا اذا كان فيه حاجه باهيه راهو خلي معناها الناس تعرف حقيقه هالناس هذه اللي موجوده معنا للاسف واللي قاعده تستغل في المناخ الديمقراطي اللي قاعدين نبنيو فيه باش يخرجوا اكل الحقد اللي عندهم على مؤسسات الدوله وعلى المؤسسات الديمقراطيه تاع البلاد هذوما ما يعرفوش الديمقراطيه او هيبه الدوله لازمها تبقى محفوظه ومكانه الدوله ومؤسسات الدوله ماناش نحكيو على حكومه ماناش نحكيو على اشخاص نحكيو على الدوله لا بيرينيتي دو ليتا لا بيرينيتي دو ليتا تتمس كي وقت اللي يجيو معناها مجموعه من كما اللي جاتك اليوم يرذلوا المشهد المؤسساتي تاع البلاد